مين نقول فلان متواطئ او الجهه الفلانيه متاخره او متلكئه في المساله، ما محكمه ثوريه وخلص بقى الليله ونفضى. انا بقول محكمه ثوريه استثنائيه. معلش تاني يا استاذ ضياء، اهو علاء مبارك. علاء مبارك بيقفل على الكاميرا. لا اله الا الله. وادي جمال مبارك. وادي جمال رئيس مصر المجهر. استاذ ضياء يعني سبحان المعز المذل. نعم نعم سبحان المعز المذل. طبعا طبعا سبحان الله سبحان عدلي فايد كان ماسك الامن العام، حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدوله السابق، احمد رمزي ده استاذ مصطفى صح رئيس الامن قطاع الامن المركزي، اسماعيل الشاعر مدير امن القاهره،